كان في حريق، بيتبلغ فوج الاطفاء انه في حريق، بيجوا العناصر كرمال يطفوا، عنا 10 عناصر وبعدين اختفوا، مش عم نعرف وين اني، مشان هيك انا جاي فتش عليهم. بعد الحريق طلع انفجار، هني راحوا بالانفجار الاول، لا الانفجار اللي تلي الحريق. اوكي، يعني الانفجار الاول كان ناتج عن الحريق؟ ما بنعرف، كان في حريق اجوا طيطفوه، بعدين طلع الانفجار اختفوا العناصر، نحن عم نفتش عليهم. عناصر البلديه، عناصر فوج الاطفاء تبع بلديه بيروت. طيب سعاده المحافظ، يعني مشهد مهيب فعلا، دمار لم تشهده العاصمه بيروت، عم بذكرنا بايام الاحتلال. انه يشبه ما حصل باليابان بهيروشيما وناكازاكي، هيك هذا يذكرني، ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة. هيدي نكبة وطنية، هيدي يعني مصيبة على لبنان، يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منها، ما بنعرف بهالأيام نحن كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارثة هيدي، يعني بدنا نضل قوية، بدنا نضل نتمالك حالنا، نمتلك الشجاعة، بس كتير هالقد، كتير فرد مرة على شعب. سعاده المحافظ، مين بتناشد؟ نحن يعني انتم بطبيعه الحال بحاجه لاي مساعده الان. بناشد الشعب اللبناني انه يتماسك، نحن اقوياء وبدنا نضل اقوياء. شو المعلومات الاوليه؟ ما في عندي معلومات، عندي هالمصيبه اللي بوجهي.